هي امرأة، هي مهندسة، اوكي كل شيء عادل هلأ، بس هي كمان بتقود سوبر بايك او دراجات النارية الخاصين هن بالسرعة. صحيح. صح؟ بس كمان كل شيء عادي بعده. كل شيء عادي. بس دراجة نارية عم نحكي عن سوبر بايك. منى الخطيب انت اليوم ضيفتنا بمناسبة 8 أدار، يمكن تنحكي قديش المرأة فيها تكون قوية وتتفوق كمان على الرجال بحيلا مجال. أكيد. كيف أول شيء بلشت مشوارك مع السوبر بايك؟ 2008 كنت بشتغل وفي معه سبيد بايك، فاجى عمل لي كزدوره ورا وهنيك علقت، حبيت الفكره كثير. ما كنت عامله، ما كنت طالعه مشوار على البايك قبل ابدا؟ كانت اول مره بال 2008. فحبيت كثير الشعور والادرينالين، فرحت جبت بايك وبعدين تعلمت السواقه. اي بايك اول شيء جبتي؟ اول بايك اشتريت ياك؟ دغري اشتريت الكبيره تبعيت السرعه. سبيد بايك ماشي، حطيتي براسك ما حدا يحكي معي يعني. دغري عليتك مامك وانطلقتي. دغري اوكي. اي فول ان لاف. جبتي بايك بالاول بعدين تعلمت السواقه عليها؟ صحيح. كيف كانت هالمرحله تعليم القياده؟ طلبت من رفقاتي الشباب انه ساعدوني، جابوا حدا من الشباب مع موتو صغيره بس لتعلم كيف الفيتاس والغيارات، وبلشت تدربت عليها يومين بباركينج مسكر، وبعدين وقعت على لا ما وقعت لانه كانت كثير صغيره. قدرت تتحكم منيح. اكزاكتلي. بعدين اخذنا الموتور الكبيره على جل الديب صراحه، وهيك مسكره كمان، وقال لي في شاب بيعرف بالموتويات بسوق، قعد على جنب وشافني عم بروح وبجي، بس لخلصت رايحه وجايه وهيك على الموتور الكبيره قال لي يلا على طرابلس. سو ذاتس ات. ومن رحت على طرابلس؟ ايه بنفس النهار رحت على طرابلس. بنفس النهار. سقت لحالك؟ صح. على البايك الكبيرة؟ على البايك الكبيرة، والشاب اللي كان معي على الموتور الصغيرة عم مرافقني. مرافقك. ولا أحسن شيء على الطريق بلاقي شباب تبع ستاند بايكس، فأنا كنت لابس الجير وحاطة الكاسك وما مبين شيء فيه. ما مبين إذا سيدة أو رجل. اكزاكتلي. فبلشوا الشباب إنه شو هالشاب اللي خسروا هالقد قاعد على الموتو ومعه سبيد بايك، وبعد ما كنت عم بسرع فبلشوا ستاند بايكس، هدول نوع تاني من الموتويات، بلش واحد يقب من هون وواحد يقب من هون. إنه عم بتمرجلوا عليك، عم بيستفزوكي. اكزاكتلي. عمل لي ما بيعرفون. قديش حديت حالك منى من خلال هالشيء؟ ايه انا اول شيء تحديت حالي بدي اسوق هالموتو، بدي اطلع عليها لانه اتس نوت ايزي، كثير صعبه. فلا تعلمت عليها، والميزانيه التقل تبعها 1000، هيدي الموتو اللي معي 1000 مش اصغر قياسات ك 600 او 7.5 وهيك. سو لا بلشت عملت، تمكنت من الميزانيه وقدرت اسوق بالشارع وتعلمت على الفيتاس وهيك، هيدي اول تحدي. 1000 يعني عم نحكي 1000 سي سي؟ صح. هلا وحده منهم انت يلي عم نشوفهم هيدا الكليب، هيدي اول وحده انا. اول وحده انت. تسلميلي، عامله ليدر، برافو. ايه هيدا الجروب تاعي. طيب قديش انت مجوزه؟ لا منى مانيك مجوزه. قديش هالرياضه اللي عم بتمارسيها، اللي نحن عندنا بالمجتمع هذا الشيء مش معودين عليه، انه نشوف سيده عم بتسوق بايك وهيك نوع من البايك، يعني مش عم تسوق فيسبا او موبيلات، عم تسوق بايك كبيره. صحيح. قديش هالشي يا اما بحبب الشباب يا اما بهشلهم؟ وين لقيتي اعتراض من اهلك، اخواتك؟ عندك اخوه شباب؟ ايه خي واحد بسوق بايك مني. هلا هو اول شيء بلش، لا بعدين انا علمته السواقه. انت علمتيه وين؟ كان في اعتراض من مين؟ هلا اول ما بلشت من 2008 ما كانت درج الفكره، كانت بعدها جديده انه بنت بتسوق موتو. هلا بالعكس صار درج. هلا في ايه؟ هلا صار في بنات. الأول شيء إنه إيه لا، إنه فكرة جديدة وهذه الموتو للشباب ومش لإلك الذكور، بس ما بعرف ليه إنه هذه بالنهاية على فكرة رياضة. صح. مثل أي رياضة تانية. وكان بنت ما بحق، ما بحق إلا مش ممنوع. أوكي. من مين إجا الرفض؟ من أهلي. some of my friends، يعني شوي من المجتمع. المجتمع الثاني لا، واو بنت برافو وفكره جديده وعندك شجاعه. مين يعني المجتمع الثاني؟ يعني شوي من رفقاتي، مثلا من رفقاتي بالجامعه ورفقاتي بالشغل، في منهم قالوا لي ايه، في منهم قالوا لي لا، نص بنص. هلا لا بالعكس، وين ما روح وين ما اجي هن قالوا لك لا لانه هيدي رياضه شبابيه، او قالوا لك لا لانه بلبنان قانون السير كارثه وفي كثير خطر على الاشخاص؟ لا اكيد، لانه رياضه شبابيه، دراجه ناريه وممكن يصير اكسيدان على الطريق. هي بوث ويز، هي حتى الاهل او الناس بخافوا مثلا على الشاب انه يسوق موتو لانه بيعتبر بلبنان اكسيدان، لانه السيارات بصراحه ما بيطلعوا فينا. لا وفي عندي كمان اشخاص بيسوقوا بايك ما بيحترموا قوانين السير. خلينا نحكي عن الملتين. صح
صح في منهم، بس كمان انا بسوق موتو السيارات انه بتعرفي انه نظره على المرايه بتشوفنا جايين ما يكسر علينا لانه كسره وحده حتى لو ما ضرب فينا، بس ما نحن الميزانيه عندنا بتروح الميزانيه اكزاكتلي بنروح متعور اذا فقدنا الميزانيه. وهيدي شغله، وشغله ثانيه انه ايه بعدها انه بنت راكبه على موتو والموتو فيها سو ماتش باور وفكره هيك انه بتحسيها انه قويه يشوفوها على لبنت كمان لو عم نحكي عن 1000 سي سي عن جد شيء بخوف، الرقم بخوف باور قويه كثير قويه الباور. جددتي موتويات يعني بلشتي بموتور رجعت جددت صح بلشت اروان بعدين سوزوكي 2005 بعدين سوزوكي 2006 بعدين سوزوكي 2006 بعدين يعني اروان 2005 2006 يعني ما هلا اخر وحده 2014 سوزوكي اوكي. وعندك كل العتاد مثل ما كنا عم نحكي العتاد من جلوفز من جاكيت جلوفز كسرات بوتس الكاسك يعني التياب لحالهم بيكونوا هن الكاسك مع العتاد بكلفوا لانه هدول سيفتي بيوفروا علينا عناء ضرب مصايب اكزاكتلي. صار لك معك حادث تعرضت لشيء او هلا حادث؟ لا بس مازوت على الارض هي اذا كنت بسياره بتزحتي فكيف عم تفوت على موتو اكزاكتلي زحتت على موتو. انت بتسرعي قديش قادره تعملي كنترول على الادرينالين تما تسرعي؟ وصلت 300 وات؟ ايه وصلت 300 هلا عم نقول على الهواء اللي بيجي بالدرجه كثير بسرعه ولا بيجي المعلومات لينا كثير بتسرعي هو هيدي السبيد بايك لا بس هاي سبيد بايك هاي سبيد بايك هلا بتوصلوا فيها من غرفه العمليات المشتركه ليش اتصال من دائره السير مطلوبه يلا قال هيك في مخالف لكن بس ما في خطر على حياتك يعني كمان عن جد هذا ذاتس واي نحن هلا انه اوكي هيدي هي لازم تطالبوا يكون في سيركوي خصوصي اكزاكتلي هيدا بنقول انه نحن عندنا هالهوايه وبنعشقها ما في سيركوي مثل بلاد العالم كلها عندها سيركوي بروح المطار ما في طرقات تستوعب كميه السيارات كلها وعندهم يعملوا طرق ذاتس واي هلا نحن ما في سيركوي نروح عليها ذاتس واي وي جو اوت عم نظهر على رايدات يا الصبح بكير على الساعة 6 الصبح ما بيكون في سير او الساعة 12 وحدة بالليل كمان ما بيكون في سير هاي الطريقة نحن بنحب ننزل على الطريق ما بيكون في سير ما حدا بيعورنا نمارس الهواية تبعيتنا. طيب بتعرفي كمان نساء عندهم هالهواية بتظهروا سوا بنات. يعني و... صح تعملوا رايدات سوا في بنات بيسوقوا سوبر بايك انا صحيح كانت معي بالمدرسة كمان هيك انصدمت مرة التقيت فيها على سوبر بايك حسيت انه واو انجاز كثير حلو ونفس الشيء الانجاز اللي عم بتقومي فيه كمان مع انه هلا اليوم ما جيت على البايك انت جيت بالسياره لانه عندك برمه صحيح اوكي نحن بدنا نعيدك بمناسبه يوم المراه العالمي برافو انك تحديت المجتمع الاهل مع اعتذاري منهم يعني وتحديت التقاليد المعترف فيها هيدي الذكوريه اللي بتقول ما لازم السيدات هي مش ذكوريه هي لازم تكون كمان انه عادي مش لازم نخصصها بذكور حتى بالعصر من زمان يعني من شي 500 سنه وقت كان في فريسات على الحصان مزبوط ما مش بس للذكور في سيدات على البايك هيك لازم الا اذا بدكم نمشي الاحصنه بالطرقات يعني اهلا وسهلا فيك منى الخطيب ميرسي ثانك يو لحضورك ثانك يو فيري ماتش موسوعه مالك احنا معها بنكون عم نختم حلقتنا والختام مع تقرير رياضي بكره اكيد موعد جديد من اخبار الصباح بنرجع مره جديده بنعايد كل السيدات الجميع بالاحرى ب 8 اذار اليوم العالمي للمراه نعاد عليكم باي باي. قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في تعميمه الذي تلا المؤتمر الصحفي للأب فرنجي متحدثا باسم أندية الشمال ما يلي: أولا تعليق نتيجة مباراة الصفا والنجم في إطار الأسبوع 19 للبطولة وإحالتها إلى لجنة التحقيق الاتحادية، وبعد الاطلاع إلى الإحالة المرفوعة من لجنة الانضباط لمباراة ناديي النبيشيت والأنصار بإطار الأسبوع 19 للبطولة. أولا تقرر رفع دعوى قضائية بحق الأشخاص الذين طاردوا سيارة الحكام وتعرضوا لهم بالضرب. إيقاف الإداري في نادي النبيشيت علي محمود الموسوي مدى 5 سنوات اعتبارا من 5/3/2017 ولغاية 4/3/2022 وتغريمه 3 ملايين ليرة لبنانية. إيقاف الحكم حسين حمية مدة 6 أشهر اعتبارا من 26/2/2017 ولغاية 25/8/2017 ضمنا لعدم تطبيق القوانين اللازمة في مباراة الرياضة والأدب والشبيب المزرعة.
نقل المباريات المتبقية لنادي النبشيط على أرضه ضمن بطولة دوري ألفا إلى خارج أرضه وإقامتها من دون جمهور. إقامة المباراة المؤجلة من دور 16 لبطولة كأس لبنان بين الأخاء الأهلي علي والعهد الساعة 2:15 على ملعب بلدية صور السبت ب 11/3 الحالي. أما فيما يتعلق بالمرحلة 19 والتي اعترض عليها نادي السلام فقد قرر تثبيت نتائج المباريات وبالتالي إيقاف الإداري في نادي النبشيط حسين الموسوي وتغريم نادي النبشيط مبلغ من المال. تحميل نادي النبشيط كلفة أضرار سيارة الحكام. إيقاف الإداري في نادي السلام صغرطة طارق جرايا وهو المدرب عن العمل الإداري ومنعه من دخول الأماكن المخصصة للجهاز الإداري والفني المرافق للفريق والمنصة الرئيسية مدة سنة. تغريم الإداري في نادي السلام صغرطة طارق جرايا مبلغ 2,000,000 ليرة لبنانية. تغريم نادي السلام صغرطة مبلغ 5,000,000 ليرة لبنانية. إيقاف لاعب نادي السلام صغرطة جون جاك يمين أول مباراة رسمية لعبها نادي. دعا المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم المونتينيغري ميدوراج رادولوفيتش 24 لاعب للوقوف على جهوزهم وذلك قبل إعلان أسماء المرشحين للقاء هونغ كونغ يوم 28 أذار الجاري في مستهل مباريات الدور الحاسم من تصفية كأس آسيا الإمارات 2019. وسيشارك اللاعبين في حصة تدريبية الساعة 11 من قبل ظهر الخميس 9 الجاري على ملعب مجمع بئر حسن المهني. أما اللاعبين فهني مهدي خليل، محمد طه، محمد زين طحان، وليد إسماعيل، أحمد تكتوك، قاسم الزين، ماهر صبرة، نادر مطر، حسن المحمد من النجمة، علاء البابا، حسن شعيط ونصار نصار من الأنصار، مصطفى مطر وإدموش حادي من السلام صغرطة، جاد نور الدين، حسين الدر، ومحمد سالم وحسن كوراني من شباب الساحل، أبو بكر المل وفايز شمسين من طرابلس، أحمد حسن من تضامن صور وغازي حنيني من الراسينج. يذكر أنه قرعة التصفيات أوقعت لبنان وهونغ كونغ في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الشمالية وماليزيا. يواجه برشلونة في بداية بعض الصعوبات في تخطي خسارته المفاجئة 0-4 من باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا اليوم، ولكنه تألق في آخر مبارتين وبدأ النوبات مؤمن بقدرته على تحدي التاريخ والتأهل لدور الثمانية. وبعد الفوز بصعوبة 2-1 على ليغانيس وأتلتيكو مدريد في أعقاب الخسارة المذلة في باريس، تمكن برشلونة من الفوز 6-1 على سبورتينغ خيخون قبل ما يسحق سيلتا فيغو 5-0. ورغم أنه أي فريق لم يتمكن من تعويض خسارته في ذهاب أدوار خروج المهزوم بدوري الأبطال بأربع أهداف، فإنه تألق نيمار وليونيل ميسي أقنع بعض جماهير برشلونة بقدرة الفريق صناعة التاريخ في كامب نو اليوم الأربعاء. وقدم نيمار وميسي أداء هجومي رائع في الفوز على سيلتا فيغو، وبعد ما سجل اللاعب الأرجنتيني تاني أهدافه الخامس لبرشلونة بدأت الجماهير تردد نعم نستطيع. المدرب لويس إنريكي قال إنه الجماهير ليست وحدها التي تثق في قدرة الفريق على القيام بما يبدو مستحيلا حتى الآن، وأبلغ المدرب الصحفيين لدي إيمان لا يتزعزع بأننا سنفوز بالمواجهة، وأضاف سنخاطر بكل شيء، نريد أن نخلق أجواء تساعدنا فيها وليساعدنا المشجعون أكثر مما يفعلون عادة. وتابع إنريكي أعتقد أننا وصلنا لأفضل مستوياتنا قبل مباراة صعبة للغاية، ولكن ستكون أمامنا فرصة لتخطي هذا الدور، يبدو أن الأمر محسوم، ولكن إذا أبلينا بلاء حسنا لا أحد يعرف ماذا سيحدث، سنواصل المحاولة حتى آخر دقيقة. إنريكي أقر بأن الخسارة الكبيرة في باريس أصابته بالقلق خلال آخر أسبوعين، وقال بطبيعة الحال كنت أفكر في هذا الأمر لفترة طويلة.